هل هناك دواء لمرض السكري المنتشر في دول الخليج وفي البحرين خصوصا؟ مرض السكري في شغلتين حسب تجاربنا في المحل. في حبوب ثوم إيراني قوته 400 ملي، 100 حبة 4 دنانير، تأخذ حبة أو حبتين على الفال، مفيد للسكر والضغط والكوليسترول والخمول، حتى لو ما تقدر تمشي الصبح أو هذا تمشي نص ساعة تتعب، إذا تأخذ الحبوب ساعتين ثلاث تمشي تشتغل ما تتعب. بعد تقوي الذاكرة، بعد يحسن التروية الدموية عند العين فيفتح العيون المغمضة على قولتنا، اللي ما يعني اللي عيونه تعبتنا انزين أو فيها جفاف، يحسن التروية الدموية فوق. بعد يقضي على الطفيليات اللي موجودة في المعدة، هذا حبوب الثوم. العلاج الثاني الدارسين، لكن أي دارسين؟ في نوعين، في نوع يجي قشر حطه في الأكل، وفي نوع سيلاني لولبي يجي مثل الصبعة دائري مثل الأسطوانة، هذا تأخذه وتطحنه وتأخذ نص قفشة ويا روب. أنت كله تقول يا روب، ليش كله تقول يا روب؟ أي شغلة أي دواء تخلطه ويا الروب يصير مفعولة 200% مضاعف. بس في باب انفتح الحين على كلامك، هذا فتحت لي باب. قليل الدسم لا تأكلون، طويل الأمد لا تأكلون، حليب أو روب أو لبن، لا قليل الدسم ولا طويل الأمد. ليش؟ قليل الدسم يجيب أوجاع مفاصل في الجسم. ليش؟ لأنه يسحق فيتامين دال في الجسم. تقول اكو اخصائيين التغذيه، انا اقول لك تجربه عمليه، كل شخص يشرب او ياكل قليل الدسم قول شلون مفاصلك؟ يقول اي والله تعورني، لانه يسحق فيتامين دال في الجسم. انزين طويل الامد في مواد حافظه ويجيب لك كوليسترول،